مادة المادة اللي هواية ناس ما تحبها، وشخصياً أني ومصطفى ما نحب هاي المادة اللي هي مادة الرياضيات. بما أنه أنا ما أحب هاي المادة وكلش يعني واصلة مرحلة تقسيم يصعب علي الموضوع أنه أنا أقسم يعني الأرقام، فخلي الموضوع يا مصطفى يعني الرياضيات. فكرة يعني مادة الرياضيات هي من أكثر المواد اللي كانت معقدة حياتي، يعني امتحن وادخل الامتحان واكتب القوانين وهذه الامور ومسيطر ومجاوب، اطلع القاهم حاليا غير شكل ما له علاقه جوابك والله نفس الحاله. فهي عقد حياتي كانت ماده الرياضيات. الفيديو اللي راح نشوفه وياكم والموضوع راح نتناقش فيه ايضا عن ماده الرياضيات، والغريب بالموضوع انه دمج الشعر بماده الرياضيات، يعني مدرس عراقي يخطف الانظار لطريقه مميزه لايصال المعلومه لماده الرياضيات للطلبة بدمج الشعر مع الرياضيات. يعني مستحيل، ممكن احنا سامعين هواي امور تندمج مع بعضها الشعر ويا الرياضيات، الشعر مع الرياضيات حالة غريبة. خلينا نشوف وياكم الفيديو وبعد راح نرجع نعلق. دير بالك عزيزي، الفترة بثلاث احتمالات، الفترة بثلاث احتمالات، مرة موجودة بشكل جاهز ومرة ينططنين من المستقيمات، مرة موجودة بشكل جاهز ومرة يضغط اثنين من المستقيمات ومرة ما موجود كل شيء. قيم اكس اللي حصلتهن رتبهن صعودا، وهذا ابسط كل الاحتمالات. دير بالك عزيزي، الفترة بثلاث احتمالات، الفترة بثلاث احتمالات، مرة موجودة بشكل جاهز ومرة ينطط اثنين من المستقيمات، مرة موجودة بشكل جاهز ومرة يضغط اثنين من المستقيمات ومرة ما موجود كل شيء. قيم اكس اللي حصلتهن رتبهن صعودا، وهذا ابسط كل الاحتمالات. وهذا ابسط كل الاحتمالات، يعني هو منطي الايقاع الشعري، يعني بهذا الايقاع دي يوصل معلومة مادة الرياضيات للطلبة. اعتقد مونة العزاوي كان يدرس رياضيات بهالشكل. المفروض هيجي، ما اعرف، اريد اساله، كان قوي بالرياضيات مونة. اكيد تحياتنا للشاعر مونة العزاوي. ومو بس هيك، يعني اكو نقطة كلش مهمة دا يسويها هذا الاستاذ، انه هو دا يحاول يسهل المعلومة، لانه مادة الرياضيات بصورة عامة هي مادة معقدة. معقدة جدا. يعني انا وحدة من الناس كنت احسها ما عدا الأرقام الحسابات ممكن اللي هي الفلوس، هاي التفاصيل شو أنت أحسها مادة ما ملموسة،